لا حمد 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 مو فقرة مو فقرة مو فقرة يا بعد طيب اسمعوني اسمعوني قبل لا نبدا اللي بيكون يؤذن ويصلي منه اللي ما يبي عادي عادي لا في اشخاص ما يبوا خلها تمر عليه تمر عليه نبي نسوي قراءة حق جدول الصلاة عرفته حقك شيخ حقك لان انت قبل تقول ما تبي تاذن خلاص ما يبي الخير يا شيخ يا بدر يا الربع صلوا على محمد انا ما تعدل على اخوي سلطان عندك عندك ولا على الشيخ عندك لكن حين ما سوينا ذي يا الربع الا للاجر يعني نقومكم على الصلاة نحط جدول بيننا إقامة الصلاة والأذان وحتى كلنا يصلي غصب اللي يبي واللي ما يبي صح كلنا لازم انه يكسب الأجر عنده أبو عنده أم عنده خوات إخوان ابن عمومة يبون يشوفونه يا أخوي ما فيها شيء وفوق هذا ما قطع نعم كلام عنده رب فوق البشر كلهم دقيقة حمد اسمعني اسمعني راح شوي بالله شوف راح يكون أيام الأسابيع كذا معي بهاج أيام الأسابيع كذا الصلوات بالطول بالعرض صلاة الفجر في مؤذن في مصلي صلاة الظهر صلاة العصر كذا الفجر مغرب العشاء اي اللي بس راح المذكورة اليوم مثلا ثامر صلى الفجر بكره ما يصلي الفجر يصلي الظهر عرفت يصلي المغرب مغرب ما يؤذن يعني عرفت يؤذن اللي بعده يعني اليوم مثلا انا صليت اسمعوني انا صليت المغرب اليوم بكره ما اصلي المغرب أصلي العشاء لما يلحق الدور عشان التبادل صلوات بعد إذنكم صبحكم الله بالخير الله يجزاكم خير أنتم متصورين أن ترديد الأذان لك أجر فيه المؤذن وأنتم تسعون للأجر كلكم طيب أسلم ما نفسك أسلم المكان حار تقدر تصرح أن أنتم شيخك خلاص رح 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 آه طاف ألقم خصم ما يكتابي يلا لازم في الحلقة لازم تعال بس قول لي تبي انا مكيف تفضل يا حماده تفضل اركض اركض يا حماده على اركض على عمرك اركض المشكله قلنا له قم فهمت الطريقه انا الشيخ ما علمني الفقره ذي الصدق فهمت الطريقه فهمنا فالله يكتب اجر اسمع سوي شيء اذان واللي يطلع مع اذان الاذان اذان ايش المغرب اليوم اذان المغرب يلا احمد رحيم من المغرب احمد انت تاذن اذان المغرب القلم وين والاقامه حبيبي مالك يا شيخ يعني اذن لا تاذن الاسم الثاني هو اللي يصلي لا 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 احنا ثلاث 21 رجال ولد ولد 21 رجال لا يا رحيم اتفق مع الاداره يوم ايش هذا هذا يوم الاربعاء الاربعاء المغرب هذا المغرب لا انت مو كيف والله ما اداره طيب اسلم اسلم الشيخ تامر عليك يا خلينا نقرا الكلام طلع اعطاني خلاص خلاص احمد رحيم الشيخ يقول تذن مغرب نفذ وانتهى اسمع اسحب الاذان كله بعدين اسحب الصلاه يلا اسحب اذان صلاه العشاء سلطان سلطان يا شيخ هذا يوم سلطان سلطان اليوم يمكن نطيح الاربعاء اليوم اسمع تبي تخلص هذا من الصلاه يلا مذن ومصلي اي مذن ومصلي بطلع عشان يتفاهمون اللي يصلي اليوم ايش ذا ايش الربوع المغرب اللي يصلي العشاء ثامر مدعث اذان وصلاه اصلا اي عشان اسمك كيف يجي برا اي لا قصورك قصورك اقرب خليه يرد هذا ايش صلاه العشاء هذه بكره صلاه الفجر لا صلاه الفجر بكره اليوم صلاه الفجر الاسم هذا اي يلا اسمع اسمع هذا هذا طيب انا ثبت له انا ثبت فك يلا يلا انه نايف يلا انا بمسك يا عبد العزيز بضير وين بضير صلاه الفجر لسكه لوحتكم يا ريجي فيها مشكلة ما عليه ما عليه خلا خلا خلاص راح يلا إخوان اذكاركم اذكار الصباح خلاص خلنا نسحب صلاة المغرب بكرة هذا الحين المغرب بكرة هذا فجر اي هذا فجر اليوم ازحب وين ريان ابو ظهير صلاة فجر اذان وصلاة صلاة الفجر ها لا ريان ايش صلاة ايش الفجر ابو ظهير المغرب 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 بعد بكره الخميس المغرب الخميس ايه اصلي مشعل العشاء اصبر طيب اصبر ليه مغرب العشاء اذن وصل ها اي ريان مغرب بكره راح نكتب بالقلم احنا بس ما معنا رقم صبوره اي موجود عند الاداره شوي اخذ ما عليك بس عشان تعرفون انتم
هذا ايش ذحين؟ هذا اذان العشاء يوم العشاء بعد ريا. طيب انت الشيخة كلام متى؟ للاثنين بس استمر عاد يستمر. والله مفاتيش الاسئله هذه يا لك مغزى يا سلطان. لا ما يصير تسال شيخك اسئله مثل هذه ترى. صلاة الفجر إيه؟ وين فهد؟ يوم الخميس. صلاة الفجر يوم سلطان الميري. فهد صلاة الفجر ايش؟ فهد يوم الجمعة. لا الخميس. خميس لا الجمعة. يوم الجمعة اليوم الربوع فلاح عويذر خلاص سيف. طيب ايش رايكم يومين بعدين نكمل السحب بعد يومين؟ كيف؟ نكمل المغرب والعشاء للسبت. كمل السبت يلا كملها مرة إلى البرايم عشان ما ندري من البرايم عشان ما فجر السبت مغرب العشاء السبت بعدين عيد الكرة هذا نواف ميش نواف العتيبي المغرب اليوم الأربعاء أول سطر بكرة ربوع ربوع خميس ريان خميس انت المغرب وانا العشاء وسلطان الفجر نواف نواف العتيبي نواف العتيبي يوم الجمعة المغرب الصلاة عليك ولا دان العشاء اخر وقت صح؟ لان الفجر ما ندري ناس يطلع لا بنسحب سعد الشهري سعد الشهري صلاة العشاء يوم الجمعة انا عندي حلقة العشاء يوم الجمعة العشاء اذان وصلاة المسجد يا بمكيف ضبطه يا بم يوم الجمعة صلاة العشاء كمل الفجر الفجر السبت فجر السبت شفنا حطيت يا الله نايف يا الله نايف يا الله نايف يا الله هذه ضر سيارة سيارة الحاتم فجر السبت هات لا اي فجر السبت طلع السبت منو السبت لا لا حضنا هذا وش الحين فجر السبت اي خلينا عشاء السبت اي بس عشاء منو مسعود المري مسعود يوم السبت يوم البرايم مغرب الصلاة عليه العشاء اخر شيء عطني هذا ليش يا الله نايف يا الله نايف يا الله لا ابو سالم هذا الدوس لا لا ما يقول انك صلي 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 تو صليت تو لا يا خالد حط 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 توك صليت خالد هذا انا صلاه من باب تمسي عزيز خل خالد يلا خالد ها خلاص خلاص خالد حط خالد بس خلاص اعطيك العافيه خلاص يوم خلاص حطها هذا الجدول الى يوم العشاء يوم السبت يوم العشاء قبل يوم السبت العشاء يوم العشاء طيب راح نحدد بيسوي. يطلع واحد يوم السبت ما ندري منه من اسامي هذا ولا يوم السبت نحدد يا عيال طيب ايش رايك تحط لنا الكلمات اللي بعد الفجر حط اسمي جدول كلمات والله اي خلها بدلها امام لا يا ولد صدق صدق ايش رايك كيف خليته خل 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 اي عشان ما ندخل في مداد كره ثانيه خلها خلها سلطان عشان ما ندخل في مداد كره 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 ثانيه افكار ايش هي ذي من فوق الصلاه هو صح خلي من تحت الكل عكس فكرت فيها يعني خالد الدوسري كلمه بكره بس في عيال ما طلعوا اولى خلني اقرا لك انتين موفق يا ابو عوض بالخير يا ابو عوض ابو عوض من الرطابه حقتي عبا حلو يا شيخ بهاج انت تقول تبغى كذا يا شيخ بهاج طلب اكل ولا جاء طلب اكل ولا جاء صديق الاداره ابدو ابدو كثير على ما يجي دور ابدو صلوا صلوا كثير تصلي هذا اليوم المغرب العشاء الفجر المغرب صلاة الفجر العشاء يوم الجمعة لا المغرب يوم الجمعة
هلعش هلعش صح.